وينضم إلينا للمزيد مراسلنا في لندن عمر بشير. عمر، أهلا بك. إذن تظاهرات احتجاجا على مقتل الشابة سارة، وأيضا على ممارسات الشرطة الموصوفة بالقمعية، حتى وصل الأمر إلى المطالبة باستقالة رئيسة الشرطة. نعم، على يعني هذه الوقفة التي كانت اليوم الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الشرطة في العاصمة البريطانية لندن لم تكن مجدولة من قبل المتظاهرين، ما جدول وأعلن قبل يومين عن وقفة احتجاجية تمت بالفعل يوم أمس في منطقة سكن الضحية سارة إفرارد، وأيضا كان من المفترض أن تكون هناك وقفة أخرى اليوم مساء هذا اليوم، ولكن بناء على ما حصل يوم أمس من قبل الشرطة البريطانية في التعامل مع المتظاهرين واعتقال 4 منهم من بينهم 3 من السيدات، هذا الموقف الذي قوبل برفض وإدانة بداية من براتي باتيل وزيرة الداخلية البريطانية التي طالبت بفتح تحقيق حول ما حصل، وعمدة لندن صادق خان أيضا الذي طالب مديرة الشرطة بتفسير ما حصل. كل هذه المواقف دعت المنظمين إلى إلغاء الوقفة التي كان من المفترض أن تتم اليوم، ولكن المتظاهرين قاموا بوقفة أخرى غير مجدولة أمام مقر الشرطة للتعبير عن الاحتجاج، أولا بسبب ما حصل يوم أمس من قبل الشرطة البريطانية في التعامل مع المتظاهرين، وثانيا وهو الأهم لأن منفذ هذا الحدث الكبير الذي صدم المجتمع البريطاني هو شرطي، هو من المخصصين للحمايات الدبلوماسية والبرلمانيين، ويقوم بعمل مشين ومضر بهيبة الشرطة وسمعة الشرطة، والمفترض أن يكون هو حامي البريطانيين، لكنه يقوم بخطف وقتل مواطنة بريطانية ويحاول أن يخفي هذه الجريمة التي تكشفت تفاصيلها قبل يومين بإعلان رسمي عن وفاة سارة إفرارد على يد الشرطي واين كويزنس الذي البالغ من العمر 48 عام. وبالمناسبة يوم أمس هو مثل أمام محكمة ويستمنستر لكي يواجه الاتهامات بالقتل والخطف، هناك مثول آخر له أمام المحكمة بعد يومين من الآن، وهو موعد أعلنت بعض الجمعيات المختصة بحقوق الإنسان والداعمة للقضية سارة بأنها سوف تقوم بوقفة احتجاجية أخرى في ذلك اليوم أيضا لتسريع التعامل مع هذه القضية التي هزت المجتمع البريطاني. على أي حال، سياسيا رئيس الوزراء بوريس جونسون وخطيبته قالا أنهما قاما بإشعال شمعة وهم يفكران بعائلة وأصدقاء الضحية ومتعاطفان مع العائلة والأصدقاء. أيضا الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن قالت أنها أشعلت شمعة وقامت عبر حسابها على تويتر بنشر الصورة، وقالت أنها أيضا ترسل بالتعازي لعائلة الضحية. وموقف مماثل جاء من الوزير الأول في ويلز الذي دعا المتظاهرين إلى تكثيف حراكهم وإشعال النار بين قوسين الشموع لتغيير هذا الواقع في بريطانيا التي تشهد للأسف في الفترة القليلة الماضية أعمال شبه يومية من حوادث القتل في الشوارع البريطانية، وهو ما دعا المعارضة أيضا للحكومة لا تقوم بواجباتها لحماية البريطانيين. عمر بشير مراسلنا من لندن، شكرا جزيلا لك.